السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخواني أخواتي أعضاء منتديات دمعة ولا. هذا شرح بسيط للاستديو اللي أنا نزلته، أتمنى أن ينال عرضكم. بعد الرابط الأول، طبعا الرابط الأول راح ينزل لكم هذا، طبعا كليك يمين، تنزيل فتح الملف المضغوط، هذا كل الأمور أنتم عارفينها. راح يفتح لكم ملف والشرح فشرح التثبيت موجود. الكي في الرابط الثاني، تفتح بعد ما تفتح الكي يطلع لك هذا الملف. اوكي، بعد هذا الملف تضغط عليه كليك يمين، تكتب اي حاجه انت تبيها، سواء كانت ارقام او كانت حروف، اي حاجه. سوري، راح يطلع لك هذا اللي هو المربع، الكي الرقم فوق والكي نمبر تحت. بعدها نخليه على جنب، نفتح برنامج الاستديو. بعد ما نثبته طبعا يطلع لك هذا المربع، تضغط عليه موافق. بعد ما يفتح البرنامج هذا راح يطلع لك مربع، تضغط عليه الخيار الاخير، بيطلع لك مربع صغير تكتب فيه، تنسخ فيه الرابط اللي فوق، الرقم اللي فوق اللي انت حطيته، والرقم اللي تحت اللي انت حطيته. اوكي، بعدها تضغط موافق. راح يفتح معك مربع صغير، تضغط عليه بعد اوكي اللي هو موافق. بعدها يشتغل معاك البرنامج من احسن ما يكون. طبعا باقي الشروح موجوده عندكم بالفيديو، وباقي الشروح اوريدي موجوده عندكم بالصور، تقدر تستفيد منها سواء كان الفيديو او كان الصور. وتقبلوا تحياتي، اخوكم الصغير الفنان والمهندس عبد الله التميمي. والكدر والضيق والدعاء اللي بصلاتي، اسأل الطيب بصفاتي والدعاء اللي بصلاتي، اسأل الطيب بصفاتي والدعاء اللي بصلاتي، اسأل الطيب بصفاتي والدعاء اللي بصلاتي، اسأل شهودي والدموع اللي بسجودي، اسألوا شهودي الدموع اللي سجودي، اسألوهم واسألوا دمي، اسألوهم واسألوا دمي، اسألوهم واسألوا دمي عن غرام.